ليه انا بقول على الجيل بتاعنا احسن جيل جه في تاريخ النادي؟ احنا استمرنا 9 سنين في اجواء لا يتحملها اي تيم في تاريخ الكوره. احنا تعرضنا لكل حاجه، كل حاجه، مكاسب وخسائر ونكبات وفوز كبير وبطولات وعلى فكره لو ما كانش الجيل ده اتفرغ من اللعيبه اللي فيه احنا ما كناش هنخسر الدوري لمده 10 سنين. حتى السنه اللي خسرنا فيها الدوري كان على يد الاسماعيلي وكنا يعني ماشيين كويس، والدوريات اللي خدناها في ال3 سنين ورا بعض او ال4 سنين اللي ورا بعض خدناهم بفرق قبل الدوري ما يخلص ب4-5 ماتشات. يعني زائد برضو ان كان في اوقات احنا العداله مش بتطبق معانا بشكل كبير على المستوى الاداري بعيد عن نادي الزمالك من الكره في مصر.